من إذا توقف في هذا الباب، هذه العقل لا يصدق أنك في أمريكا. يعني ما شاء الله، زخرفة الصانع المغربي، الصانع التقليدي، الله يجزيهم بخير الناس اللي صوبوا هذا الشيء. والله العظيم لا تجيبك الله، بحال اللي راك في المدينه القديمه ديال فاس. بما انني انا ابن مدينه فاس، فحس دابا انني في المدينه القديمه، دار فاس. تحيه كبيره لكل الصناع التقليديين اللي ما شاء الله جابوا لنا التاريخ المغربي، وجابوا لنا يعني التجربة يعني الكبيرة ديال الصانع المغربي ما شاء الله، وحطوها لنا في أمريكا. يعني والله لا تقاوس زعما. أنا بغيت نركز على هاد التقاوس هادو والصومعة، فيعني أي حد اللي تحت له الفرصة أنه يجي لفلوريدا يجي يزور هذا المكان، هذا الدار البيضاء. Sorry.